في أسبوع واحد فقط تصدر تريدز التطبيقات والترندات وأيضاً أعداد المستخدمين الجدد وكسر الأرقام القياسية فيها. في أسبوع آخر تصدر تريندات بتراجع كبير في أعداد المستخدمين النشطين وكسر الأرقام القياسية فيها أيضاً. ولكن رغم ذلك يبدو أن مؤسس التطبيق مؤمن بمشروعه ومتمسك به، بل وواثق أيضاً من نجاحه ويتحدى المنافسين. فتحدى رئيس شركة ميتا مارك زوكربيرغ شركة تويتر التي أصبح اسمها إكس مؤخراً، قائلاً بأن هناك حاجة لتطبيق للمحادثات العامة يستقطب مليار مستخدم، وأن تويتر فشل في هذه المهمة حتى الآن، وأنه يأمل أن يحقق ثريدز هذا الرقم. وقال عبر صفحته على هذا التطبيق الجديد بأنه يهدف لاقتناص الفرص في سوق لطالما انفرد به تويتر. طبعا تحدي زوكربيرغ بدا حالما لبعض الأشخاص في ظل انخفاض المستخدمين النشطين على هذه المنصة الجديدة بنسبة 70%، حيث يبلغ عدد المستخدمين النشطين يوميا حوالي 13 مليونا بعدما كانوا 44. وبالمقارنة ينشط 200 مليون مستخدم يوميا على تويتر. ولكن في ذات الوقت أفاد مديرو ميتا التنفيذيون بأنهم توقعوا هذا الانخفاض وأنهم يخططون لميزات جديدة للحفاظ على المستخدمين. ولكن هذا الأمر لن يغير شيئاً في رأي بعض المستخدمين، مثل محمد يقول: ثريدز تطبيق فقاعة، سناب ميزته قصة 24 ساعة، فيسبوك يتيح لك كل شيء، تويتر ميزته تغريدات قصيرة وشخصيات بارزة، تيك توك وإنستغرام ميزتهم المقاطع القصيرة، شو اللي ممكن يضيفوه لثريدز عشان يجذب المستخدم؟ يتساءل. زهران يقول أيضاً في تغريدة أخرى: ميتا عندهم تطبيق للفيديوهات القصيرة والصور وتطبيق للتدوينات وتطبيق للمراسلات، بينما ماسك يعمل على تطبيق واحد يضم كل ما ذكر وأكثر. أي أنه مهما فعلت ميتا لن تتفوق على فكرة السوبر أب. أيضا كريم يقول: تريدز ما زال يبدأ في إنشاء منصة تدوينات بينما تويتر يتطور إلى التطبيقات الخارقة. من الآخر ماسك ينظر إلى المستقبل وزوكربيرغ ينظر للماضي، لذلك تغيير شكل وشعار تويتر الذي قام به ماسك من أذكى القرارات التجارية. أخيرا رانيا علقت وقالت: الفكرة ليست في عدد المستخدمين، انظر إلى تأثير تويتر السياسي والاجتماعي والشخصيات المرموقة والمؤسسات التي تستخدمه وقارنها بمستخدمي منصات ميتا. لو حصل وجمع مليار مستخدم سيبقى تطبيق غير مؤثر. سنعرف أكثر عن هذا الموضوع مشاهدينا من بيروت، معنا مستشار الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي بشير تغريني. أهلا وسهلا فيك معنا بشير بمنصات. يرى بعض المعلنين بأن ثريدز يلي أطلقته شركة ميتا يمكن أن يجذب ميزانيات مرصودة للتسويق خلال فترة قصيرة، هل فعلا هذا الأمر يمكن أن يحدث؟ مرحبا. اليوم ثريدز للأسف يعني هذا شيء يعني ممكن، بس أنا بلاقيه شبه هلأ حاليا مستحيل، لأنه اليوم ثريدز تراجع بنسبة كتير سريعة، كنا ب 50% اليوم صرنا ب 70%. الأكتف يوزرز أو اليوزر فعالين عليه اليوم بشكل هائل انخفضوا، حتى ما عم بيتعدوا الأربع دقائق يعني يقوموا ب يعني باستخدامه. بالعكس تويتر بعده عم بيحافظ على، في ناس عم تستعمله حوالي 30 دقيقة من التغريدات أو غيرها ما يسمى هلأ صار بأكس. اليوم تريدز برهن على مش بس فشل، إذا بدنا نقول على الألغوريثم اللي عملوه أو حتى البرفورمانس تبعه في نواقص كتير، يعني ما يعني كان توقيته بس يمكن للتحدي بينهم وبين إيلون ماسك، ما اشتغلوا مزبوط على الخوارزميات تبعه، ما تشتغلوا على الفيتشرز تبعه من الفور يو أو غيره، يعني منلاقي في كتير تخبطات بقلبه. فهيدا الشيء ما رح يرجع عيد الناس ترجع على تريدز، وكلنا بنعرف أنه اليوم كل شيء له أول يعني له ميزاته بالأول، بعدين بيفقد الرونق تبعه إذا كان عنده هذا الفشل. ومنتبه لشغلة أنه اليوم سرعة ربط شركة ميتا إنستغرام بتريدز هي اللي كمان اللي علت الأرقام. طيب يتوقع مارك زوكربيرغ بأنه يرتفع عدد مستخدمي ثريدز لحدود المليار، وهذا يعني رغم كل التراجع الذي شهدناه بأعداد المستخدمين.
على ماذا يستند مارك زوكربيرغ بهذا التحدي؟ هلا مارك زوكربيرغ حتى باخر تصريح مش بس انه معتمد على المعيار انه يوصل لعدد هالكم الهائل، كمان مارك زوكربيرغ اعلن انه ما اعترف بفشل تريدز، اعلن انه كان متوقع هذا الشيء. هلا ما راح يعني ما راح يعتبر انه اليوم انه هذا البلاتفورم تبعه فشل، او يعني ما راح يقول عنه حتى اذا فشل. كلنا شفنا بالايام الاخيره حتى اليوم قد ايه كان في عندهم تجارب من اي اي او غيرها، شركه ميتا، وصار في فشل وما أعلنوا عنه، بالعكس كملوا بهذا الشيء وما صار في اليوم إعلان عن فشلون. بعتقد هذا شبه يعني اليوم اللي عم بيحكيه هو معتمد على إذا بدنا نقول على تحدي بينه وبين إيلون ماسك مش أكثر، يعني هو مجرد أنا بلاقيه كلام يعني تيصال لهيدا الرقم بده يعمل شيء، يعني يا أنه بده ياخد من بلاتفورم موجودين اللي هن إنستغرام وفيسبوك، which is مستحيل لأنه اليوم كلنا بنعرف يعني عندهم ميزاتهم، وهذا الشيء يعني ما رح يقدر يكسبوا من هاو البلاتفورمز. طيب، من وقت إعلان الميتافيرس يلي صرفت عليه ميتا ميزانية كتير ضخمة والانتقادات ما زالت مستمرة لطريقة إدارة ميتا لهذا التطبيق، هل ترى بأنه ثريدز هو مجازفة غير محسوبة النتائج اليوم، أم أنه من المبكر يعني الحديث عن هذا الموضوع، أو من الممكن مثلا أن تزدهر هذه المنصة مستقبلا؟ هلا هو مبكر شوي انه نحكي عن هذا الحديث، ويمكن تزدهر، ما يعني ما في شيء مستحيل على مواقع التواصل الاجتماعي كلنا بنعرف، بس كمان اليوم تقنيا كانت شوي متسرعه لانه كان عنده تحدي مع إيلون ماسك انه بالتوقيت، وكان عنده اياه تخبط إيلون ماسك والصراعات اللي كان عم بيعاني منها بتويتر سابقا هي اللي خلته انه يتسرع ويقوم بهذه الخطوه. وكلنا بنعرف انه بالاونه الاخيره كان في فشل كثير كبير بميتا او غيرها، وخصوصا ميتافيرس، فان شاء الله ما نكون كمان هيدا البلاتفورم عم يدفع ثمن التخبط او يعني الجدل اللي عم بيصير بين مارك وإيلون ماسك، وعم بيؤدي لفشل الاثنين سوا بصراعات الحروب اذا بدنا نقول مواقع التواصل الاجتماعي. طيب، في هناك ايضا تقرير لوول ستريت جورنال يحذر من انه ثريدز يفقد القوه والوهج ايضا. من جهه اخرى مارك زوكربيرغ يعني بيعتبره محاوله لشركته لاقتناص الفرص في السوق الذي طالما تمتع به تويتر. هل سيحقق هذا الهدف برايك؟ إذا بده يتمتع بهذا الشيء، شفنا أنه اليوم تويتر عنده تأثير كثير على عدة أشخاص، شفنا بالانتخابات الأمريكية السابقة قد ايه عنده تأثير على الناس المستخدمين اللي عنده، وكلنا بنعرف أنه اليوم إيلون ماسك ما اشترى عن عبس، هو رجل بزنس مان يعني رجل أعمال، اشترى كمان لعدة أسباب منها اتهموا سياسيا أو لأطراف يعني لأغراض سياسية. ما بعتقد اليوم ثريدز حيلحق يوصل لهذه المرحلة اللي وصل لها، والسنين اللي أسسها تويتر أو إكس حاليا من سياسات أو ناس موجودين أو الأشخاص الموجودين على تويتر هن عكس كليا الأشخاص موجودين على تريدز. يعني شفنا سياسيين ما انضموا لتريدز مثلا، شفنا بعض الأوجه ما يعني ما كانت ما عندها قبول على تريدز. نعم، كنت معنا من بيروت مستشار الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي بشير تغريني، شكرا لك.